رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نعمل مع بعض احلى بيتزا من دون عجين، بيتزا صباحية خصوصا للناس اللي بتعمل ريجيم محرومين من اكل البيتزا. هاي الوصفة كتير كتير مفيدة لهم، لانه هي خصوصا بيعملوها للناس اللي بتعمل ريجيم، وكمان كتير مفيدة لصحة اطفالنا. لو انتم حابين تعرفوا الطريقة يلا مع بعض نروح نشوف المقادير. قبل ما نشوف المقادير ما تنسوا تدعموني بلايك، اشتراك بالقناة، تفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا. وهلا رح نبلش المقادير. انا عندي هون 4 حبات من البندورة وقرنين من الفليفلة، وعندي حبة بصلة، وعندي هون انا بدل السجق استعملت مرتديلا، عندي هون جبنة برشتها، وعندي هون زيتون وفلفل اسود وملح وشوية كمون وفلفل احمر ناعم، عندي هون زيت زيتون. طبعا انتم فيكم تستبدلوا بزيت نبات. يلا مع بعض نروح نشوف الطريقة. انا اول شيء بدي اجيب صينية الفرن وبلش اقطع بالخضرة. طبعا انا هلا شغلت الفرن بدي اياه يحمى لحد ما انا خلصت اقطيع الخضرة. اول شيء رح بلش اقطع البصل. على طرف رح بلش اقطع الخضرة البندورة بهاي الطريقة شكل دوائر. بعد ما صفيت البندورة رح اضيف البصل الطبقة الثانية. بلش اقطع الفلافل. هلا رح اضيف الفلافل. فلفل اسود. وراح اضيف فلفل حمرا ناعمة. طبعا هذول كلهم مو حارين، انتوا اذا بتحبوها حارة ضيفوا حارة في اي مشكلة. وراح اضيف شوية كمون والملح. اخر شيء رح نضيف زيت الزيتون. وهلا رح احط بالفرن على درجة حرارة 200، بس بدي معي البندورة والبصل يدبلوا معي وارجع تاني. حبايبي انا نسيت اضيف البيض بين المقادير، بس انا رح اكتب كل المقادير بصندوق الوصف. انا عندي هون طبعا رح اضيف 5 بيضات بس مو هلا، بعد ما البصل والبندورة يدبلوا معي. انا هلا رح اضيف شوية فلفل اسود على البيض حتجهزهم، ورح اضيف شوية ملح. بدنا نكتل، انا اول اضفنا الملح على هاي على البندورة. وهلا هيك بعد ما البصل والهي دبلوا معي، هلا رح نضيف البيض. نضيفه بهذا الشكل. وراح نضيف المرتديلا. وراح
الجبنة. واخر شيء راح نضيف الزيت. وهلا راح ارجع احطه بالفرن لحتى ما كل شيء يستوي معي. خلص نرجعكم ثاني. وهلا راح طالعها من الفرن. ومثل ما انكم شايفينها هي النتيجة النهائية. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. فطنا وليس عمره.